على يعني الإبداع اللي وصلوا له القائمين على هذا البرنامج، الأمر الأول. النقطة الثانية، أنت شاركت وأبدعت في مشاركتك وحصلت في القصيدة الأولى اللي شاركت فيها على الكرت الذهبي اللي أهلك بدون تصويت مادي. صحيح. القصيدة هذه حافظها اللي عطتك الكرت الذهبي؟ إذا هي قريب ودي أسمع، وإن كان ما هي بقريب فالطارف سديد ما يحتاج. والله ما أدري عن الحفظ، لكن أبشر نقول. توكل على الله. يقول: ما يرد القلب عن همه وعن سطوة جروحه، غير صبح يعتق قلوب الحيارة صوت أذانه، فالرحاب اللي تمد العزم للنفس الطموحة، كان ياخذ من معالم مجدها حلم ورزانة، الجبل مالي عيون الناس من شدة وضوحه، مخلفت فيها الرياح الهوج شيء من اتزانه، في ذراه يغني الشاعر طرب ويمد شوحه، بين فكره من مخيلته وكلمة من لسانه، استعاد الروح من يوم استعاد الشعر روحه، من يشوفه يحسب ان الشعر واحد من اخوانه، هل بل انه كل ما يبعد على البيدة اشبوحه، ما يشوف الا رسوم اطلال من ماضي زمانه، العيون اللي من اللهفة مطالبها لحوحه، ودها تبكي ولا ادري من تبي تبكي عشانه، صاحبي ما مر يوم الا ولك جيه وروحه، وش بقى غير الطيوف اللي لها قدر ومكانه، كنت اقول ان المشاعر عنك توبتها نصوحه، وترها عمر ما يعطى فيها عهد ولا ضمانه، الغلا في كل يوم يطيح صرح من صروحه، ادرك اللي باقي من الحب قبل يفوت اوانه، لا تحملك الخطايا هم عذر ولا سموحه، ارجع انت كل شيء فات يرجع في مكان. الله يصح لسانك. خالد عبيد،